السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة تمرينات قواعد اللغة العربية. وصلنا إلى المفعول به. مثل ما تعرفون أن المفعول به هو دائما منصوب علامة نصبه الفتحة. عندنا أول شيء استخرج المفعول به من الجمل التالية واتركه بالشكل. عندنا يعلم المعلم التجويد، فعندنا التجويد هو المفعول به، خلي عليه فتحة. وثاني زار السائح المتحف، المتحفة دائما هو منصوب بالفتحة بالنسبة للمفرد. وثلاثة يحترم الصغير الكبيرة، كبيرة هو المفعول به. وهنا أربعة يوفر المقتصد النقود، النقودة صيغ لأن علامة رفعه النصب بالفتحة. وظهر في آخره وحقق المجابر النجاح يصير النجاحة. هذا بالنسبة إلى التمرين العلمي. نجي على التمرين الثاني، نشوف ايش فيه. التمرين الثاني يوضع مفعولا به في المكان الثاني مما يلي والضبط بالشكل. يحرص الجنود ان يقلبون الحدود، الحدود زين، تحك الشعوب الوطنة زين. فحص الطبيب المريضة او المرضى بمهن صحيحة. دافع المدير المجدة زين. كتب أحمد القصة أو الدرس، كيف أنت أي شيء أو الواجب نفس الشيء. نجي بالنسبة إلى التمرين الثالث اللي هو أنه اجعل كل كلمة من الكلمات التالية مفعولا به في جملة مفيدة وربطها بشكل. في أول وقت العلماء، فأجي أنا أقول العلماء أكتب مثلا كرم الرئيس العلماء يعني فتح. او اجي هنا عندي مثلا المدرسة زار المشرف او الوزيرة المدرسة او الطبيب الطائع. ركبت طائرة، صورة علقت فاطمة صورة على الحائط. المجتهد كافئة المدير المجتهدة، وهكذا هكذا المدير كمان. هذا بالنسبة لهذا التمرين الثاني. نجي على التمرين الرابع، أعرض ما يأتي. يزرع الفلاح القمح، فإحنا عندنا أولا يزرع في هيار، يعني فعل مضارع، بالفعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخر أي على آخر في آخر تقريبا الكسر. الفلاح فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة نجي القمحة، القمحة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نجي ثانيا قرأت ثناء القصة، قرأت فعل ماضي لأنها فتح الكاف فعل في السابق. قرأت فعل ماضي مبني على الفتح فتح لا تحميل السابق
بعد من كتاب جابر، قرأت سماء، سماء فاعل مرفوع وعلامة تحته مكانها وراءت علامة والقصة هذا ما نقول أعزائي يمكن أن يكون جديد على الجديد ولكن في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.